رئيس بلدية السبتة الأستاذ المحامي جمال الدين شاوي وضع منشور قبل سنتين جاء فيه إشعار تأخر إجراءات قضيتي المتعلقة بمحاولة اغتيالي السنة الفارطة، محاولة اغتيال عن طريق محاولة قلب سيارتي أثناء السير وسرقة مبلغ مالي قدره 176 مليون سنتيم مع وجود شهادة طبية تثبت عجزا ب 12 يوم، ولا أدري سبب تأخير الذي طال الملف رغم أن الفاعل معلوم الهوية وتوفير شهود حول الوقائع. فمن يقف وراء كل هذا؟ كل ما نريده هو تفعيل الإجراءات فقط. هذا ما كتبه رئيس البلدية المختفي. أقيمت اليوم حملة كبيرة للبحث عنه من طرف جميع السكان، الحماية المدنية والدرك والشرطة. نتمنى أن يجدوه سالما غانما إن شاء الله ويعود لأسرته يا رب.